في الحلقة القادمة من أهل الديرة. الأستاذ الفاضل جواد بخمسين بعماد، حياك الله معنا في برنامج أهل الديرة. بلدنا بلد الخير، بلد العطاء، وبالذات في شهر رمضان. من عمري 17 سنة تركت الدراسة بالنهار، قمت أدرس بالليل بالمعهد الديني، ويبقى الدور القوي للشباب. الكويت تجارة، والتجارة كان جيل علم جيل. استفادت الكويت من هذا الغزو أنهم أثبتوا وجودهم ومواقفهم وقدرتهم على التصدي. أهل الديرة، الليلة 12 بعد منتصف الليل.